السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة في وصفة. في بعض الأوقات في حياتنا بنتعرض لبعض المشاكل، نضطر نلجأ للمحاكم، وفي الحالة دي بنحتاج لمعرفة بعض الاستفسارات القانونية. وفي معظم القضايا يكون المحقق يحبس احتياطيا على ذمة التحقيق. عشان كده النهاردة حلقتنا عن الحبس الاحتياطي. ايه هو الحبس الاحتياطي وايه هي المدة المفترضة في الحبس الاحتياطي؟ ده هنعرفه مع ضيف حلقتنا النهاردة. ضيفنا النهاردة محامي لدى المحاكم الجنائية والمدنية والإدارية ومحاكم الأسرة، ماجستير في القانون العام وحقوق الإنسان. معنا ومعكم على مدار حلقتنا المستشار عماد محمد نجيب. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. أهلا وسهلا. في البداية حضرتك عارف أن في الحياة دايما بيكون بتصادفنا بعض المشاكل، بنضطر نلجأ للمحاكم ونضطر نبدأ نستفسر عن بعض النطق من الحكم، او مثلا زي ما بنقول الحبس الاحتياطي. فعايزين حضرتك في البداية كده تعرفنا ايه هو الحبس الاحتياطي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بداية احب ان ارحب بجميع السادة المشاهدين بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام، سلام الله عليكم أجمعين. ثم أود أن أشكر حضرتك وأشكر جميع القائمين على هذا البرنامج، على هذه الدعوة الكريمة، جزاكم الله خير الجزاء. بادئ الحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق، كما نصت على ذلك المادة 381 من تعليمات النيابة العامة. هو إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى صيانة التحقيق، يتم به وضع المتهم تحت يد السلطة العامة وحبسه في أحد أقسام الشرطة أو في أحد السجون، وذلك لمدة معينة تحت شروط معينة يحددها القانون. هذا باختصار هو الحبس الاحتياطي. طيب الهدف من الحبس الاحتياطي إيه ست المستشار؟ والله الهدف من الحبس الاحتياطي أولا ضمان سير التحقيق على أكمل وجه، ضمان سير التحقيق على أكمل وجه، وذلك من خلال وضع المتهم في أحد أقسام الشرطة كما أسلفت، وأيضا حتى يحافظ على المتهم نفسه من بطش ذوي المجني عليه حتى لا يتم الانتقام منه، وأيضا حتى يسير التحقيق على أكمل وجه حتى لا يتم العبث بالشهود، يتم العبث بأوراق الدعوة. فعندما تضع الشرطة أو يضع السلطة العامة يدا على المتهم لا يتم العبث بأي شيء من أوراق الدعوة، لا يتم التلاعب. وعادة أي تشريع الهدف منه هو تحقيق العدالة، هو تحقيق العدالة الذي بها تصان الأمم وتصان الشعوب. وكما قال ابن تيمية رحمه الله، العدل نظام كل شيء، فإذا أقيمت الدنيا على العدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق، وإن لم تقم الدنيا على العدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. ذلك لأن الدنيا تقوم على العدل مع الكفر، ولا تقوم على الظلم مع الإيمان، فإن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. ونلاحظ أيضا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث سيدنا عبد الله بن رواح إلى يهود خيبر لكي يقدر التمر ونصاب التمر، فحاولوا أن يرشوا اليهود يرشي سيدنا عبد الله بن رواح، فماذا قال لهم سيدنا عبد الله بن رواح؟ قال يا معشر يهود، لقد جئتكم من أحب أهل الأرض إلي، وإنكم والله لأبغض أهل الأرض إلي، ولكن لا يمنعني حبي لرسول الله وكرهي لكم إلى أن أعدل بينكم. فقالوا وبالعدل قامت السماوات والأرض. فالهدف من أي تشريع هو إقامة العدل. طيب سيادة المستشار، دايما بيكون النطق بالحبس على ذمة التحقيق ما بيبقاش المتهم عارف المدة المحددة ليه، أو المحقق بيطلب المدة المحددة ليه. احنا برضو مش عارفين ايه هي المدة المحددة للحبس الاحتياطي. المدة بتبدأ من أول ما يتم القبض على المتهم. بمجرد ما يتم القبض على المتهم بيتم حبسه في أحد الأقسام، ويجب ألا تتجاوز مدة حبسه قبل أن يعرض على النيابة عن 24 ساعة. إذا تجاوزت أصبح القبض باطل، إذا تجاوزت 24 ساعة أصبح القبض باطل. بعد ذلك يتم عرض المتهم على النيابة العامة. للنيابة العامة سلطة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق. ثم بعد ذلك تعرض المتهم على القاضي الجزئي. القاضي الجزئي له سلطة حبس المتهم 15 يوما، ال15 يوما يجوز له التجديد لثلاث مدد متتالية،
يعني 15 15 15 يعني ورا بعض ورا بعض. سلطة قاضي القاضي الجزئي 45 يوم، سلطة القاضي الجزئي 45 يوما، ثم بعد ذلك يتم عرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لها سلطة حبس المتهم 45 يوم، 45 يوم 45 يوم بحد أقصى 6 أشهر، 6 أشهر. يعني ممكن يتحبس المتهم 6 شهور حبس احتياطي؟ طبعا ده ممكن سنتين كمان، وممكن في الجن في في الجرائم اللي ما في اللي فيها الاعدام واشغال الشقه المؤبده ما مفتوحه، القضايا الكبيره يعني. مفتوحه وفقا لاخر تعديل سنه 2018. انا كنت لسه اقول لك، هل ممكن يكون الحبس الاحتياطي الحكم بيه ان هو مفتوح؟ طبعا يفضل طبعاً لحد القضيه طبعا في جرائم الاعدام وجرائم التي يحكم بها بالاشغال الشاقه المؤبده تم التعديل في 2018، اصبحت المده مفتوحه. تمام. طب هل يوجد تدابير اخرى غير الحبس الاحتياطي يمكن النيابه العامه ان تتخذها اتجاه المتهم؟ والله نصت الماده 201 فقره 2 ان هناك 3 تدابير يجوز ان تتخذها النيابه العامه بدلا من الحبس الاحتياطي. الثلاث تدابير، اول حاجه يجوز للنيابه العامه ان تامر المتهم بعدم مغادره موطنه او منزله. تمام. التدبير الثاني يجوز لها ان تامره بعدم ارتداد او الذهاب الى احد الاماكن، عدم الذهاب الى احد الاماكن. كما يجوز للنيابه العامه منع من السفر اي مكان اي مكان. تمام. كما يجوز لها ايضا ان تامره بالذهاب الى قسم الشرطه في اوقات معينه. تمام. في اوقات معينه. طبعا انا عايز ارجع للسؤال السابق لان في بعض النقاط اللي هي مدد الحبس مدد الحبس الاحتياطي. لو لم يتم عرض المتهم على خلال المده المعينه، على سبيل المثال 4 أيام انتهت ولم تعرضه النيابه العامه على القاضي الجزئي، بات الامر واجبا الافراج عنه، بات امر الافراج عنه واجبا. كذلك القاضي الجزئي اذا لم يتم عرضه خلال عده 15 يوم الاولى ولم يتم عرضه ايضا، برضه بات الافراج واجبا. تمام. طيب هل يوجد مبررات للحبس الاحتياطي؟ طبعا في مبررات وضحتها الماده 134. الماده 134 اجراءات جنائيه ذكرت انه من مبررات الحبس الاحتياطي ان يكون المتهم الا يكون المتهم محل اقامه معلوم في مصر، ملهوش مكان في مصر، مش عارفين مكانه. ان يخشى عليه من التلاعب في اوراق الدعوه. عشان كده في بعض المسلسلات لما يجي يقول لك هل المحكمه لما بعتت استلمت بالظبط ولا ما استلمتش، قول له ما استلمتش. ماشي. نرجع لسؤالنا المبررات. ان يخشى عليه ايضا من التلاعب بامن الدوله، بامن الوطن. ان يخشى عليه من هذا. طيب هل يوجد حالات يكون فيها الافراج عن المتهم جوبي او وجوبي، وفي حالات او حالات يكون فيها الافراج جوزي؟ طبعا هي حضرتك ممكن تقصد الجوازي، يعني هو في حددتها الماده برضه ايضا 124. الافراج الجوازي حددها الماده 134، اسف 134 من الجرائم الجنائيه. اما الافراج الوجوبي حددتها الماده 410 من تعليمات النيابه العامه. قاضي التحقيق حينما يعرض عليه المتهم يجب ان ينظر الى اوراق الدعوه، فاذا وجد ان المتهم اذا عرض على القاضي الطبيعي، قاضي المحكمه، قاضي الموضوع، سوف يتم اخلاء سبيله. تمام. يجوز له ان يخلي سبيله، بمعنى ثاني ان القضيه اوراقها لا يوجد دلائل كافيه على اتهام المتهم، الادله غير كافيه على اتهام المتهم، والمتهم له محل اقامه معلوم في مصر وموطنه معروف ومعلوم ولا يخشى عليه من هرب. ففي الحاله دي يجوز للقاضي ان يخلي سبيل المتهم. وحقيقه الاخلاء الحبس الاحتياطي يعتبر اجراء من اشد الاجراءات، ليه يا استاذ سماها؟ لان بيتم القبض على المتهم وحبسه احتياطيا، ثم بعد ذلك يعرض على قاضيه الطبيعي، فيرى قاضيه الطبيعي بعد ان يتفحص اوراق الدعوه يجد ان هذا المتهم بريء فيقضي ببراءته بعد ان يكون قد يعني بعد ما يكون قضى مده معينه من الحبس حتى لو كانت قليله. بس هو المشكله في انه مثلا بيكون خالط ارباب السواق، خالط المجرمين، فبتاثر على نفسيته، بتاثر على اسرته، بتبقى مشكله.
مشكله بالنسبه له. تمام، لذلك نحن نتمنى الا يتم التوسع في الحبس الاحتياطي. طب هل المده مثلا اللي بيتم عليها الحبس الاحتياطي، طب استاذن حضرتك اشرب ميه، لما بيكون في حبس احتياطي او اتحكم بالحبس الاحتياطي بيكون في مدد، سواء كان زي ما حضرتك قلت كده ممكن نقول سنتين في القضايا الكبيره، وبعد كده القاضي حكم بحكم كبير مثلا او صغير، ايا اي 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 ايا كان ايا كان ايوه بالظبط كده ايا كان النطق بالحكم، هل المده اللي قعدها في الحبس دي اللي هو الحبس الانفرادي بتكون من المده اللي اتحددت على المتهم؟ حضرتك تقول ان هو يخصم المده، طبعا يخصم مده، المده هو افرض يعني نفترض ان الشخص ده مضى على حبسه احتياطي سنتين سنتين وحكم عليه بثلاث سنوات. في الحالة دي بتخصم السنتين من السنة من الثلاثة؟ بتخصم من السنة ويقضي سنة واحدة. تمام. ويقضي سنة واحدة. طيب هل القضايا اللي ممكن يكون فيها الحبس الاحتياطي هي القضايا اللي نقول أي قضية، أي قضية وفق المادة أيضا 143 إجراءات جنائية، أي قضية يتم في مدة العقوبة فيها لا تقل عن 3 أشهر يجوز فيها الحبس الاحتياطي، سواء كانت جنايه او جناح مده الحبس فيها لا تقل عن 3 أشهر. وهناك في حالات وجوبيه، حالات يجب على القاضي ان يفرج عن المتهم، يعني في الماده 414 و410 حدث ان هناك بعض الحالات وجوبيه يجب على القاضي ان يفرج على المتهم بمجرد ان يعرض عليه. حتى احنا كمحامين مش بنحتاج ان احنا مثلا يكون ايه المرافعه طويله او بنحتاج ان احنا نتكلم كثير فيها، ليه؟ خلاص الامر بات وجوبيا، اي اصبح القاضي لا خيار لديه الا ان يخلي سبيل المتهم. على سبيل المثال اذا قضى المتهم زي ما حضرتك سبق وان اسلفتي، اذا قضى المتهم مده تزيد او مده تساوي مده العقوبه نفسها، المتهم قضى في الحبس الاحتياطي سنتين وهو المده اصلا الحد الاقصى بتاع العقوبه سنتين، فبات الامر وجوبيا افراج، خلاص هو المتهم اصلا قضى العقوبه، يعني المتهم خلاص الحد الاقصى بتاع العقوبه سنتين وهو اصلا مضى على حبس احتياطي سنتين، فالامر هنا أصبح وجوبي على القاضي أن يخلي سبيل المتهم، دي أول حالة. الحالة الثانية إذا أصدرت سلطة التحقيق قرارا بألا وجه لإقامة الدعوة، ما فيش خلاص أصبحت ما فيش دعوة، خلاص سلطة التحقيق أصدرت قرار ألا وجه لإقامة الدعوة. فبالتالي أصبح الأمر أيضا وجوبي على القاضي بمجرد أن يعرض عليه المتهم أن يصدر قراره فورا بإخلاء السبيل. هذه حالة. إذا مضى على المتهم في الجنحة 6 أشهر بمجرد أن يتم 6 أشهر ولا يتم إعلان المتهم بقرار الإحالة أن يحال إلى محكمة الجنح، بمجرد أن يتم مرور 6 أشهر يجب على القاضي أن يخلي سبيله فورا، أن يخلي سبيله فورا أول ما يعرض عليه يخلي سبيله، طالما عدت 6 أشهر والمتهم لم يعلن بقرار إحالته إلى محكمة الجنح إذا يخلي سبيل القاضي أو يحيل محكمة الجنح. دي هذه نقطة. أما إذا كانت التهمة المعروضة عليها المتهم على القاضي التحقيق هي جناية وعدت عليها 6 أشهر يجب عليه فورا أن يا إما يخلي سبيله أو يحيله إلى محكمة الجنايات في دائرة الجنايات التي ستنظر القاضي نفسه. ثم بعد ذلك محكمة الجنايات ترى إذا كانت تخلي سبيله أو تجدد له الحبس، طبعا وفقا للمده اللي احنا تكلمنا عليها اللي هي سنتين اللي هي حد اقصى سنتين، الا اذا كانت العقوبه اعدام التهمه الذي عرض عليها المتهم العقوبه فيها اعدام او اشغال شقه مؤبده، في الحاله دي وفقا لاخر تعديل سنه 2018 المده فيها مفتوحه، فلا يتم اخلاء السبيل الى ان يعرض المتهم على قاضيه الطبيعي. طيب سيادة المستشار، دايما بيكون في الحبس شباب بس في سن صغير، هل الأطفال دي بيمشي عليهم قانون الحبس الاحتياطي؟ لا 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 لا، أي طفل أقل من 15 عاما لا يجوز حبسه احتياطي، لأن القاعدة استثناءات، القاعدة استثناءات، والاستثناءات وردت في المادة 345 و385 إجراءات تعليمات نيابة عامة. الاستثناءات الحالة الأولى جرائم الصحف، كل جرائم الصحف لا تخضع إلى قاعدة الحبس الاحتياطي باستثناء طبعا ما نصت عليه المادة 179 قانون العقوبات، دي لا تخضع عادة الحبس الاحتياطي. أما الاستثناء الثاني الأطفال، أي حدث لم يتجاوز عمره 15 عاما لا يجوز حبسه احتياطيا، لا يجوز حبسه الاحتياطي البتة.
إلا ولكن يجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد دور الملاحظة لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك إذا رأت أن تجدد له هذه المدة أن تعرضه على محكمة الأحداث. فإذا الأحداث لا يقضى أوقات الحبس الاحتياط. طيب سيادة المستشار، بالنسبة للمدد، نرجع تاني للمدد الحبس الاحتياطي، لو نفترض أن المدة تجاوزت ال 15 يوم أو ال 45 يوم أو الأربع أيام، زي ما حضرتك قلت، يا ريت نتكلم عن النقطة دي برضو بتوضيح أكتر. المدد دي بتكون هي الثغرات التي أيوة، ما عشان كده أقول لحضرتك عايزين نتكلم دي فيها. دي بتكون دي هي الثغرات التي بيتناولها المحامي. المدة بمجرد أن يتم القبض على المتهم، أول حاجة عندي 24 ساعة. لو أنا استطعت أن أثبت أن المتهم تم القبض عليه قبل أن يعرض على النيابة العامة ب24 ساعة، إذا بات القبض باطل، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. كل الإجراءات اللي حتتتبع هذا الإجراء فهي باطل، حتى لو كانت التهمة فعلا ثابتة على المتهم، ولكن الإجراء باطل، لأن الإجراء الباطل يبطل كل شيء. فأنا لو استطعت أثبت أن الإجراء ده، على سبيل المثال أرسلت فاكس مثلا للنائب العام، أرسلت فاكس لأحد الجهات المسؤولة أن فلان الفلاني تم القبض عليه في الساعة الفلانية، استطعت بهذا الفاكس أن أثبت أن المتهم تم القبض عليه. لو عرض المتهم على النيابة العامة بعد ال 24 ساعة، العرض في الساعة 25، إذا القبض باطل. تمام. ثم بعد ذلك حننتقل إلى النيابة العامة. النيابة العامة لها أن تأمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 4 أيام، إلا في بعض الأحوال الخاصة بيكون يجوز لها طبعا أنها تحبس 15 يوم في أحوال أمن الدولة العليا وكذا. ولكن خلينا في الوضع العادي الجرائم العادية، للنيابة 4 أيام. والنيابة هنا يجب عليها أن تعرض المتهم على القاضي الجزئي قبل انقضاء 4 أيام. لو هي أخطأت وعرضت المتهم في اليوم الخامس او في اليوم ما اظنش ان ما تحدثش، يعني لا مش بتحصل في اليوم السادس او السابع طبعا يعني، ولكن لو قدر وحصل ان هي عرضت في اليوم الخامس مثلا، اصبح الافراج على المتهم وجوبي. مجرد ما بحضر عند قاضي التحقيق بثبت دفوعي وبقول ان المتهم تجاوز مده الحبس الاحتياطي، تجاوز ال4 أيام، فبالتالي بات الأمر وجوبيا على قاضي التحقيق أن يخلي سبيل كذلك. إذا انتقلنا إلى قاضي التحقيق، 15 يوما، ثم 15 يوما، ثم 15 يوما، مجموعها 45 يوم. لو في أحد هذه 15 تم عرض المتهم بعد 15 يوما، يكون قرار الإفراج أيضا وجوبي. لذلك دائما بنشوف النيابة العامة تكون حريصة أن تعرض المتهم في يوم ال14، في اليوم ال13، ما بتوصلش اليوم 15، يعني مثلا بتعرض مثلا في اليوم ال 12، اليوم اللي هو الفترة المحددة قبلها بتم عرضه. كذلك ال 45 يوم الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، فيكون لها برضه نفس البيسر على النيابة العامة، بيسر على غرفة المشورة. فبالتالي إذا انقضت المدة 45 يوم، بات الأمر وجوبيا أيضا على محكمة الجنح المستأنفة أن تخلي سبيل المتهم. وهنا بيجي دور حضرتك أن أنت بتتدخل ونبدأ نتلاعب بالقانون ونقول أن هو تعدى. هو مش تلاعب، هو نوع من إيه؟ من استغلال خطأ، يعني أنا في خطأ تم، فأنا كمحامي دوري أن أنا أستغل النقاط اللي كده يعني. تمام. وفي أشياء أخرى طبعا برضو بيتم بها يعني إخلاء سبيل المتهمين. ايه اغرب قضية زي كده اتحبس بيها حبس احتياطي وكانت غريبة شوية مع حضرتك او تعبت حضرتك شوية؟ والله هو كتير. هو السؤال جه فجأة كده بس خطر في بالي. اكيد بيحصل ازمات في كل المجالات، فاكيد في مجال حضرتك خصوصا المجال ده بيبقى صعب شوية، فاكيد في حبس احتياطي جت كده قضية تعبتك. في مرة كان متهم هو طبعا بدون ذكر اسماء. طبعا كان متهم في احدى القضايا، وكان المتهم طبعا حاول يبين لي ان هو مظلوم وكده وبتاع، فاحنا حضرت معاه في التجديد، ففوجئت ان هو بيكذب على القاضي كذب لا يستطيع احد ان يصدقه بتاتا. تمام. فهو بيقول للقاضي ان انا الضابط عايز يلفق لي 30 كيلو ذهب. طبعا دي كانت انا بالنسبه لي طامه كبرى. ليه؟ لان هو كده اثبت ان هو كذاب. ازاي؟ لان النهارده اي جريمه بترتكب لازم مثلا القاضي مثلا تم ضبط
احد الاشخاص بحرز مخدرات، لازم الحرز الضابط يجيب الحرز ويجيب مع المتهم. اكيد تمام. طبعا. فهو كون ان الضابط يوفق لك 30 كيلو ذهب، حتى قاضي التحقيق قال له هو القاضي هو الضابط لو معاه 30 كيلو ذهب حقوق وزاره الداخليه. تمام. فكان الكذب واضح، ان كان الحد كذب واضح، ولكن احنا كنا ارسلنا فاكسات قبل العرض اثبتنا فيها ان القبض كان باطل. القبض كان باطل. فالحمد لله اثبتنا ان القبض كان باطل وتم اخلاء سبيل المتهم على الرغم من الكذب الواضح. يعني بتفكرني بفيلم احمد زكي لما في فيلم ما يعني لما طبع عليه الضابط في القطر وكان معاه ممنوعات قال لك طب ثواني وراح رمى الممنوعات من شباك القطار عشان ما يتمسكش بالايه بالحاجه بتاعته. طيب استاذ عماد كلمني برضو ايه هو الحبس الاحتياطي بالراحه كده على مشاهدينا وفي عجاله. الحبس الاحتياطي هو اصلا بتخاف الشرطه العامه من المتهم ان يهرب، خايفه ان المتهم يهرب اثناء التحقيق، فهي بتحافظ على المتهم ان هو حتى لا يتم هروب المتهم، فبالتالي يختل التوازن، يلعب في اوراق الدعوه، يخل بامن الدوله، قد تحدث بعض الامور، يعتدي اهل المجني عليه، يحاولوا ان يثاروا الابن مثلا ان كان قتيلا او هناك عاهه مستديمه او ايا كان التهمه، يحاول المتهم المجني على نفسه، ممكن يحاول يثار لنفسه، فبالتالي بيحاول يقتص لنفسه، وده امر طبعا مخالف للقانون، فبالتالي بتحاول السلطه العامه ان هي تتحفظ على المتهم حفاظا على امن الدوله وحفاظا على امن المتهم نفسه وحفاظا على امن الاخرين وحفاظا على امن الاخرين وحفاظا على سير العداله حتى لا يتم التلاعب باوراق الدعوه. النهارده انا لو في متهم فعلا خطير وتم اخلاء سبيله واستطاع ان يؤثر على شهود الدعوه، شهود الاثبات، يؤثر على اوراق الدعوه، فبالتالي انا اصبحت امام عبث، فبالتالي بتحاول السلطه العامه ان تضع يدها على المتهم حتى لا يتم التلاعب باوراق الدعوه. طبعا للاسف وقت حلقتنا خلص. انا اتشرفت بوجود حضرتك جدا، بس قبل ما اختم حلقتي حابه بس اقدم لحضرتك حاجه، لان بجد انا من الناس اللي موجوده على صفحه حضرتك وبشوف تعب حضرتك في المرافعات دي، اقل حاجه اقدر اقدمها لك لسياده المستشار عماد محمد نجيب، دي حاجه بسيطه جدا من البرنامج ومن القناه لحضرتك. شرفتنا سياده المستشار. اهلا وسهلا، الف شكر. شكرا. للأسف وقت حلقتنا خلص، وانتظرونا في وقت جديد إن شاء الله مع برنامجنا كلمة في وصف. إلى اللقاء.